ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وحنو هنقولي يا ومن تمنع صدقنا قيمة هذه السكالة. هذه السكالة بقول كم بدن. قيمة هذه كتاني تدريسة. شامع دهلو. كنتي أن كسب بيرة أبويا في سومالي لان. وحنلا يا جاد بان كم هنقولي لنا مبروك. إذا كيو والدينتي يجد بصوت عطيبة إن كسوة إيجا مغلان قدل يرم ماهي إتا أقول يا الوالدين اللي فتو ضعي يرم مغلان وغوين يرم يرم اسم ترا كما الدين عم بليو وعن كلاو عم بليو جامعة ديالة ديالة كعروس يا كما يسيد دولة ويكتو بك سنة دولة إيا كم بس كم قرح دولة لها إينا سمعيين إمان تالك نستغانا إنو حفلة ديوه ورئيسي فوق أمامي ملاذيا وليها أن أتوه هون عبس ما قال عليه بحي نوليا أبروفيشن لسوير قابية نوليا محمد الحاشية بها يربر يقول لها أبروفيشن نوليا ماذا حبيب يقول لها يقول لها أت بيسر هو قرري إيه لو أقول بوري مو هو يجب أكتو فرد الله قول حقوق وأنا كفا أنا إيه كان مقعي رات الحيان وكان عادي أن الله بي هو على كيفين إيه كان عاد كريم شاري هو ده في جوه بيريا بالي وكان إنه بوره هنا هو بيهنو كان عاد تقول إسمه هو ده ينو هو بور تقول إسمه هنا كان عاد هنا كمله كان مقعد إنه عاصنا شرف بيروت هاي هذي دي نكتة اللي تبي سنو شرف بيروت لو كان يلوز ما أنت أكو طريق مديو حوي يدور من أولا وثاني قاو أولا هو يدور من يدور يسي كوبي سعاش يجي بيشي طبنا بريجا وحن شوي وحنا على طبعاً عشوا مقالة ير هو كوان هو كا كتير قال كاس هرول لورن شيء كسوة وصل هرول هسا أنا بيجي أيه هاي لما كم لقى سوا بحنا على جاي جريت جدا فراسي أو ما تعلق كم بدال أنا بيجي هيك شيء قال كاس أنا بيجي من شيء ما أنت بقول موسي ومقالة بور هو بكت عالي وفوقي يا رتي ولان يا رتي و سامع لها ما شاء الله قرصه بدن له عطيه ابو بدن كل كم يوم بقول لي ما دام كيس كافر فوق الوغي ما تو الى دلا الى هلك مرها ولا ولا ساعه لك قالوا سوي كم كان هرجي سوي ساعه ما نوصل بركا غور ما انت واطا وامري لسو نغشلا قرن نمر الجمهوريه السوماليه قال لك كوسي جرافيتي الأورنج تري مرة كبورة هذا كل ما نقوله يعني كذا يعني كذا هو تري كذا كذا بنانا لا تاتة وده بورة ما بتشيل سو واحد قابلني بدي نشوفه واحد غير بوريا كم كذا وسير كذا كنا سندو ونقول دودو يعني كم كذا 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 بيشيل سو أنا بيشيل سو دودو بركة تاسنا هو بروح كلا يا شرف كلا آدي آدي أنا يدكوا هم بليني وحنا ده لاني شامع على هذا هذا بيقولي لو جاب الكوار لقى هذي أبوه لقى هذي هذي ده حسب أنا هذي لو شامع على بيقولي أول فرين ده كده ده ولا تنسى أنا يوم مريان مركا وانت يو هذي السفرة أنا والله ده مركا وهم سو شيء لا هوي شامع على هذا كا في سجيو بدن أو أما حاجة أحمد كا أما حاجة ده قالها أما حاجة agriculture كا، أما حاجة environment كا، وايسوا سارا من غرور دماغنا رك، ولغو بالي يدل كا، هو جبت من اللي فيه، وايدل كا كده سب من شان عارض كيا قياس فيه، وايو سوا سارا شان عارض لا يو مريك كان يمن بعض مقرصة، شان عارض لنا بعض مقرصة وحاسين سوا سارا تي، تعرف كبرنا بدنا نعمل في كل إنسان، شو سياج كنا حبر برصة، وحمود بس كي عارف شو تشيل له. Somaliland economic situation. إن شاء الله الله حسن صارح سيد صارح. دولة
da waa waajib keenu way ka soo saaraysaa miyuu hoos u socdaa ma saru u socdaa maxaad u korray inisitutiono ee sharciga aqoon loo soo saara way ku baahan tahay markaad idinka suuqa u baxdo waxaad maqlaysaa dadka markaad suuqa iska warto qaar waxay goranayaan dhismayaashi saasay noqdeen ee busaarad baa dhacday wax iska dee oralaho qof iska odhanaya baa lagu sheegay marka in sanadkan wax kordheen iyo wax dhaceen in dhaqaale aynu kordhay aynu hoos u dhacay waxaynu baahnay istuushyada jaamacadu inay wax inaga yidhaahdaan waxaa kaloo loo baahan yahay inay talooyin bixiyaan talooyinka ay bixinayaan waxa weeye dalkeenu ma baraifad sectorkain la xoojiyaa buu u baahan yahay mise wuxuu u baahan yahay nationalization ma wuxuu u baahan yahay aragtiyo noocaas oo kale inay sameeyaan oo runtii dee wax cusub maaha waa wax tiyori iyo aragtiyo lasoo tijaabiyey oo laba boqol sannood lagu soo dhaqmayey oo ganacsatada brifadka dunida iyo capitalismka iyo brifad enterpriseka dowladaha xoojiyey iyo kuwii kale ee qaatay nidaamka kale ee dowladdu ay wax walba awoodda iyo dhaqaalaha ay gacanta faraha badan la kuma jirto way isdhaafeen dee waa aragtaan reer galbeed iyo reer bari ruushkii wuxuu caawa ku jiitaana meeshay ku banjareen waa aragtay dadkii brifad enterpriseka iyo ganacsiga kale ee xorta xoojiyey iyaguna waa kuwa de halkay marayaan aad ugtihiin marka sakaara la yidhi waxaa la yidhi sakaara waxaa jiri qaraab ka waran baa la yidhi qaraab sakaaradu waa xayawaanka ugu yare ee dee uraanka koobiya baanay qaraab sitaa qaraab ka waran baa la yidhi waxay jiri tukay iyo tagahogaga kaa markaa tiyariga noocaas ah koonfurta kuuriya iyo waqooyiga kuuriya uu ka eg washington iyo moskana ka eg markaa talooyinkaaso kala lagu baahannay oo lagu dhiirigelinayo private sectorka kambeliyada gaarka ah oo runtii waxaynu u baahannahay shaqaabo magaa shaqaabo laga hadlayo dowlad kasta oo dunida jirta dadka baraaifka u shaqeeya baa ka badan dowladda u shaqeeya weliba aada uga badan markaa taasina waxay dee falashna ku samaynaysaa waxay ku samaynaysaa dee shaqaabuurkii iyo dhaqaalihii dalka markaa waxaa muhiim ah in la xoojiyo oo lagu faano oo weliba inay dibadaha wax dhoofiyaan la dhiirigeliyo oo inay aqoon keenaan la dhoofigeliyo iyagana waxaa looga baahan yahay inaanay taharuk fi daraa'if aanay noqonin oo aanay noqonin tagasi fish inaan cashuurta ka baxsano mraho aanay yar dhuudhuuman cashuurtana ay bixiyaan si dowlad xoogiya xoogiya loogu jirto sidaasay dunidu isugu tiirsan dowladnimada waxaa la yidhi madaxweynihii royal rain baa la yidhi dowladnimada ka war meesha kasii degay wuu soo koobo wuxuu yihi waxaad isku koobtaa sram yourself the best people you can find delegate the authority don't interfere as long as the policy you have decided is being carried out intaas uu kusoo gebagabay waa xikmad uu tii de islaamku unbuu inoo soo qaatay oo waxaa culimadu waxay tahaa bidaanatu saalix marka waana tii culimadu baa joogtay xadiiskii u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay oo alxikmatu daalatu lmuni faxaysu wajadaha fahuwa xaqun biha marka hadduu inoo soo qaatay albidaanatu saalixa xadiiskeenni inbuu inoo turjumay wax kale inoogu samaynay laakiin waa xikmadaana waa inagu dhaqmaa runtii waxaan kusoo gabagabeynaya waxa weye talooyinaa siinaya ardayda talooyinka ardayda siinaya waxa weye aada baa wax loo qoraa waag badan baa la qoraa ama qoraallo ha ahaato ama dad siyaasiyiin ha qoraan ama dad aqoonyahan ha qoraan hadda jawaabteeda book fair iyo xaflada la qabanayo dadka wax ayo dhaliil mar qoran waana da ardayda iyo dadka inta badan ku qoran dhaliishaan ku arkay waxa weeye waxaa jira wax la yidhaahdo manhaj dubaab manhaj dubaab waa maxay wuu duulayaa wuu duulayaa wuu duulayaa meel nabarku isu taagay qofkii waxaa qriyaya duug dhan baa la sameeyey qof baa dadaalay
خلدو يردو جليا خاطي راو قلب بقولي سجال يا سجال نجيك على وقع السطر عي لا بس على قال ماي بكذبك وحكم له جبيرة كليا هل هاي ولا جبي وكع عمري هذا كلامه من دقي استفارة بدن نسيت وحيش كذا وحكد يكتب ويا أنا نداو إمجا وفي دلالي 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 وحلاقي يا الله إنه جبي كسبير يلا يشدرو ويقول والله من دنيا فيسبوك الله صار دكو وفي بلال يتبي ويحسي بالله عاد مركا هذا أخي وين تابون تانا كلب دت دت كوه كلينا غير كرتي جول هن غلو دمد واحد يسوس تكلم ساقون في عن هاي تاني قبل نسوي كبرينا يا دمان دوا